السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أخباركم؟ حبيت نقول لكم تجربتي مع الإصابة بفيروس كورونا من بداية النتيجة طلعت أمس. عموما خانتنا يوم العيد بالليل عائلة وكان عندهم إصابة بالكورونا، ما كنت أدري. فلما بلغوني، أنا كنت تعبت عموما، هم بلغوني أول ما طلعت. بعدين ثالث يوم اللي هو يوم الجمعة كنت تعبانة شوي، يعني بعد المغرب ما أدري كيف أقولكم، بس عرفت بداية تفعيل الخدمة، بداية تفعيل خدمة كورونا، لأن شيء كده دخل جسمي رقلني. حسيت بوهن، حسيت بدوخة، عظامي ما عاد قدرت امشي زين. ها ماما، اسف على المقاطعه بس عشاني معزوله وما اقدر اخلي عيالي. المهم فحسيت بوهن، حسيت بتعب، فاتصلت عليهم اتاكد، قلت يعني، لاني انا ما احتكيت عموما بالمصابه، فسألتهم كيف الحال، أخباركم، كيف أختكم، أبي أسألهم عن أنا الأعراض يعني اللي جاتهم. فلما اتصلت ردت علي أختهم، قالت لي إن العائلة كلها صارت مصابة. قلت الحمد لله لما جمر رب العالمين. برضو الإنسان يتعلق بالأمل، قلت لها إن شاء الله أنه في الإنفلونزا عادية، إن شاء الله أنه مو كورونا. بنتي قالت لي ماما أنا فيني أحس بحلقي، فقلت يمكن مع رطرطة الموية لأنهم كانوا يسبحون كده في البيت، قلت يمكن زكام. المهم قلت خليني أخذ موعد بس أتأكد، يعني لازم من الواحد عشان بداية الدوامات. وكنت خايفة على زوجي عشان ما أخذ اللقاح ومدخن، الله يهديه يا ربي. المهم أخذنا الموعد يوم السبت الساعة 8 بالليل. فيوم تعبت وحسيت بكح وحسيت بحلقي وحسيت كده، أنا عزلت نفسي عموما من يوم ما دريت، بس كانت بنتي مع أبوها وأخوانها، هذه غلطتنا. المهم قالت لي اختي لا روحي عادي اي وقت، انت خذتي موعد مسحه لازم تروحين اي وقت عادي ما في مشكله ما دامك انت تعبتي. وبت جت الساعه 2 في الليل، مشينا من البيت، رحنا محطه الملز وسوينا المسحه، خذتنا انا ودانا وابوها، اثنين صغار علي وسوما ما خذينا لهم لانهم صغار، يعني 10 و9، قلنا ان شاء الله ان شاء الله ما فيهم، لان ما فيهم اعراض. المهم طلعت نتيجة التحاليل أمس، يعني بعد تقريبا 17 ساعة، هم قالوا لنا بعد 12 ساعة بس طلعت بعد 17 ساعة، طلعت الحمد لله على ما جمر رب العالمين، أنا وبنتي دانا مصابين. الأب ما شاء الله سليم، بس انه خالط البنتين، خالط يعني العيال وكاتن امهم لا، فلازم يعيد المسحه بعد كم يوم. وخذيت لهم انا موعد بكره ان شاء الله يسوون المسحه وان شاء الله خير. انا بدايه الحين بس الكحه وحلقي واحس بشيء في صدري كذا، يعني بتواصل معكم يوميا ونقول لكم تجربتي بهذا المرض. الله يكفيكم ان شاء الله، ان شاء الله يجعله يا ربي بردا وسلاما علينا انا ويا بنيتي، وجعله ما يمس جسدكم ولا عيالي ولا كل مسلم يا رب. وشكرا، وارجو منكم الدعم، وشكرا.